احنا أمة عجيبة ترى، احنا الشيعة عجيب، احنا يدوسون على راسنا ونقدم لهم الهدايا، اتفضلوا. هذا جهيمان اللي دافع عنه وحمل قضيته، ألف كتب عنه ونشر الكتب وصرف وبالمحافل الدولية وإلى ما هنالك، هم الشيعة الذين لو حكم جهيمان لكان قد أبادهم عن الأرض. شايف أنت أمة حمقاء أكثر من هذه الأمة، أكبر من حماقة هذه الأمة؟ شايف إحنا هذه الأمة بصراحة العبارة، أقول لك الأمة الشيعية حمقاء، وقالها أئمتنا الأطهار عليهم. ندري لماذا دافعوا عن جهيمان، لماذا رمزوه، لماذا أثنوا عليه، لماذا ترحموا عليه، ألفوا الكتب لأجله وأحدثوا ذلك الزخم الذي جعل علماء يظنون أنه شيعي، مثل ذاك صاحبنا اللي كنا معاه على السفرة. كل هذا جرى من أي باب؟ من باب عدو عدوك صديقك بعد، فينفخون وينفخون وينفخون إلى أن يكتسب هذا الشخص، تكتسب هذه الجهة، تكتسب شرعية اعتبارا دينيا، وهذا هو الخطر.